يعقد البرلمان العربي اليوم جلسته الخامسة لمناقشة تقارير لجانه الأربع، ومن بينها قرار لجنة المصالحة العربية العربية الخاص بالدعوة العاجلة لعقد مؤتمر عام لبحث سبل دعم اللاجئين المهجرين والنازحين من البلدان العربية. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا تنضم إلينا مراسلة أونلايف لمياء حمدين. لمياء، بداية مرحبا بك. الدول العربية، كما ذكرت بالفعل نتحدث عن البرلمان العربي الذي يعقد جلسته الخامسة حول التقارير الأربعة للجان الأربعة، وهم لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي، ولجنة المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة والشباب، واللجنة التشريعية برئاسة الدكتور مشعل بن فهم رئيس البرلمان العربي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة. أيضا تمت مناقشة توصيات ندوة التكامل الاقتصادي العربي وتوصيات تقرير لجنة المصالحة العربية لدعم المبادرة المصرية التونسية الجزائرية دول الجوار الليبي لحل الأزمة الليبية. وهذه أيضا اللجنة قامت بدعوة عاجلة لعقد مؤتمر عام لبحث أزمة وسبل دعم اللاجئين المهجرين والنازحين من الدول العربية. أيضا تحدث رئيس البرلمان العربي عن دعم وكيفية دعم الدول التي تعاني من الهجمات الإرهابية، تحدث عن دعم العراق لتنظيف الدولة من الدواعش، أيضا تحدث عن الأزمة الليبية وكيفية حل وتسوية الخلافات السياسية في الداخل الليبي، تحدث عن الشرعية ودعم الشرعية في اليمن. نعم. أيضا تحدث عن كيفية الحرب في سوريا والقضاء وخروج كل يعني آخر جندي أجنبي من سوريا ودعم الشعب السوري العظيم. لمياء حمدين، أشكرك شكرا جزيلا لك.